من أوكرانيا على لبنان فينا نقول رحلة ما بتخلى من الرعب، من المصاعب ومن المشقات. كانوا موجودين تحت القصف، تحت الصواريخ، وبمطرح أبداً 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 منهم حاسين حالهم قادرين يكفوا فيه، فكانت رحلة العودة إلى بيروت. بطل معي مباشرة عبر زوم مازن إسماعيل وفاطمة حضرش. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور، كيفكم؟ الحمد لله. قد ايه هيك مازن حسيت انه فيك صار تتنفس الصعداء من بعد ما وصلت على بيروت؟ اوف، انا حياتي بعدني ما وصلتش على بيروت، انا بهنغاريا بس الحمد لله. بس انا فكرتك وصلت. فاطمه اللي وصلت، اوكي فاطمه اللي صارت ببيروت، اوكي اوكي. احنا طالع من اوكرانيا الحمد لله، اكيد اول ما خطانا الحاجز الحمد لله نعمة. اوكي، طيب واي متى واصل على بيروت او هلا حاليا رح تبقى هونيك؟ حاليا عم شوف اذا بتستقبلني شي دوله هون باوروبا لكمل علمي، لانه انا درست 3 سنين باوكرانيا، ما في شيء احمل حالي وفل 100%. فاطمه يمكن 100%. فاطمه يمكن انت اول سنه باوكرانيا وكمان عم تدرسي طب. فاطمه انت كنتي موجوده مع عائلتك، مع والدتك واختك وخيك الصغير، صحيح؟ ايه مزبوط. طيب فاطمة خبرينا، ماما بتحكي عني. اوكي، خبرينا هيك عن اول بداية، خليني أقول لحظات الرعب، يعني وعيته 5 الصبح على شو؟ مزبوط، الساعة 5 الصبح وعينا على صوت ضرب وصوت طيران كانت كتير واطية، حسينا مثل الحلم. كان في كتير عجقات بالسوبر ماركت، ومن تاني يوم كل شيء انقطع وكل شيء سكر، يعني وقفت الحياة. هون نحن ما كنا عارفين شو نعمل، يعني كل شيء العام وقف، تاكسيات، من أول يوم ضرب المطارات. فنحن بقينا بالبيت وما عارفين شو نعمل. في حدا لبناني دلنا على اقرب ملجأ لنا. اوكي، طيب قبل ما كفي معك فاطمه، مازن الفرق بينك وبين فاطمه انه انت نزل الصاروخ حدك بالبيت، نزل القذيفه، نزل حد السكن الجامعي اللي ساكن فيه انا، وما عرفناش شو عم بيصير. الارتباك سيطر علينا، ما عرفناش شو بده يصير. دغري طلعنا ركض على الغرفه، لقيت اللابتوب واقع على الارض، في الشيء على الغرفه مثل ما هو، كلياته مكسر، الشباك مكسر. فدغري حملت تليفوني وطلعت بجيراني، وين الملجا وين الملجا؟ تحت البنايه، نزلنا تحت البنايه، قضينا ليله. اف، طيب بس السؤال هو انتم ما كان عندكم خبر انه معقول يصير هيك شيء؟ انه معقول تبلش الحرب؟ او كان بس توقعات، ما حدا كان عن جد متخيل انه فعليا رح يصير هيدا الموضوع؟ لا والله ما كان عم يقول انه كان حسابي يصير هيك شيء. انا كنت قاعد بالبيت عم بحضر فيلم، مش عامل حساب ولا شيء يصير، قاعد ولا عم فكر باي شيء ثاني. فاطمه كمان انتم ما سمعتوا شيء عن هالموضوع؟ لا الحقيقه كانت كثير طبيعيه، ما حدا موقع يصير هيك، يعني فجاه نايمين بلشت الحرب. اف، طيب مازن كانت عم بتقول فاطمه انه في حدا دق لهم ودلهم على الملجا وقال لهم ينزلوا يرتاحوا تحت وقضوا ليله تحت. مين ساعدك؟ مين قال لك شو لازم تعمل؟ مين قال لك كيف لازم تتصرف؟ خاصه انه خليني اقول انه مش عايشين هيك شيء من قبل، ان كان انت مازن ولا حتى فاطمه. اكيد نحن الحمد لله ولا مره صاير معنا هيك شيء، بس انا عايش ببنايه معي تلاميذ اجانب تانيين ومعي اوكران. نعم. الاوكران هن بيعرفوا بلدهم، بيعرفوا وين يروحوا بهيك ازمات. سالتهم وين رايحين؟ قال نحن عندنا ملجا تحت البيت، تحت البنايه. اوكي. حملنا حالنا ونزلنا لتحت، قعدنا ليله تحت. كمان قضيت ليله، بعدين مين تواصل معك كرمال تعرف كيف بدك ترجع، كرمال تعرف شو الطريق الامن اللي بدك تسلكه، خاصه مثل ما عم تقول فاطمه انه وقفت كل المواصلات. انا ساكن على حدود خاركوف. محل ما بلش القصف والمواصلات والتكاسي كلها انقطعت، وحتى البنوك سكر اصلا، ما كانش احنا معنا مصاري، يعني كمان شويه اكل شويه ماي بالبيت اللي هن مشينا حالنا فيهم. اخذنا مشينا حالنا، نزلنا مشي على خاركوف على السنتر تبع المدينه على محطه القطارات. اوكي، وشو صار بعدين؟ من هونيك نزلنا على محطه قطار بيرموها. أوكي. نزلنا قعدنا 20 ساعة محطة القطار تحت، لأنه عم يقصفوا علينا من فوق، ما كانش في أي مجال إنه نتحرك. وحكيت أنا مع زلمة لبناني عايش مقيم بخاركوف، إجا أخذني أنا وشبان أصحابي مغاربي اللي كنا نازلين مع بعض مشي. أوكي. وحطنا محطة القطارات بخاركوف. أوكي، طيب
ومن خاركوف شو صار؟ يعني بس صرتوا بمحطة القطارات؟ محطة القطارات من الساعة 6 الصبح أنا كنت هونيكي للساعة 12 بالليل أخذنا قطار. كل ما يجي قطار يقولوا نسوان وولاد سيناريو حرب، يعني الواحد بيتوقع ياخذوا نسوان وولاد بس عم ياخذوا رجال أوكران تانيين والأجانب نحن تركينا عشان ما حدا عم يهتم فينا. فآخر شيء إنه أنا مرق قدامي 20 قطار، طب بعد ما طلعتش فيهم بعدني قاعد محطة القطار شو بدي أعمل؟ فصرت ضحوي شفوت بيناتهم. لو وصلت على باب القطار قام طلع واحد أوكراني سحب فرد وقوس ثلاث تضرب بالهواء قامت تبروا رجعوا لورا. عم نطلع بيطلعوا الأولاد نسوان وأنتوا بتطلعوا بس بدنا نطلعكم. بس نحن هون ما عرفناش شو بدنا نعمل، رجعنا لورا ونطرنا. والحمد لله على الساعة 12 رجع إجا قطار تاني لم كل الأجانب الموجودين وطلعنا على أساس على حدود أوكرانيا على بلدة الفيف. يعني رحلة ما بتخلى من المشقات. فاطمة بالنسبة إلي كانت أهين شوي لأنه أنت كنت موجودة مع والدتك ومع أختك أو هي زيتها؟ ما عارفين شو نعمل، يعني نحكي لبنانيين نسألهم شو نعمل يقولونا إذا ما في شي مضمون خليكم بالبيت الطريق منا آمنة. أف. ومن بعد ما قضيتوا ليلة بالملجأ كيف رجعتوا تصرفتوا؟ مين رجع حكيكم خاصة أنه والدي كان موجود بلبنان؟ يعني بعرف الرعب ما بين أنت هو هون وأنتوا هونيك كلكم. مزبوط، لأنه بالملجأ منهم مجهزين، كنا حنتجمد من البرد الحرارة شي ناقص 30 وكتير رطوبة. طلعنا على البيت ما عارفين شو نعمل، دقلنا حدا لبناني قالنا أنه لترينا أمل شي لا تروحوا فيه لعنا، يعني هو دهرنا برات كيف. كيف صاروا يتواصلوا معكم اللبنانيين الموجودين بأوكرانيا؟ والله عملنا خطوات من تاني يوم، صار أي حدا مثلا بيعمل شيء بيخبر التاني بلكي غيره بيستفيد. حلو، أوكي. من بعده. وكمان أنتوا كان عندكم رحلة بالقطار صح؟ إيه مزبوط، ظهرنا برا كييف، هيدا الزلم هو اللي ظهرنا، يعني نحن الأولاد كنا بعدنا بكييف على الأنيات. هو استقبلنا عنده وعملنا طريق لنظهر برا أوكرانيا. اوكي، ومن اوكرانيا لوين رحتوا؟ رحنا على مولدوفا، من مولدوفا على رومانيا، ضلينا 24 ساعة على الطريق. شو هالمشوار الصعب؟ قد ايه كنت خايفة فاطمة؟ قد ايه هيك عن جد حسيتي انه انا وين؟ شو عم بصير؟ يعني خاصة انه نحن مش في بلدنا وما بنعرف حدا هونيك، يعني ماكسيموم بالمنطقة اللي عايشين فيها. ومازن كمان انت يعني قد ايه هيك حسيت لوهله انه لا عن جد انا عم بعيش لحظات بشعه، يمكن لا سمح الله يصير معي شيء، يعني شيء غير فيش الواحد يعرف شو بده يصير معه. احنا نسمع صوت قذائف برا، الارض تحت رجلينا عم بتهز، واحد مش عارف شو عم بصير، اول مره بكون بهيك سيناريو. ف مثل ما قلت لك يعني نزلنا على الملجأ وتخبينا تحت السقف، فوقنا كان عم بيرش رش على القذايف وما ادري كيف الله وفقنا وطلعنا منها. الحمد لله، يعني منقول عن جد الحمد لله على سلامة كل اللبنانيين، ويا رب. أنا بعرف إنه بعد في عالم، بعد في لبنانيين موجودين بأوكرانيا، حدا منكم عم يتواصل معهم؟ في جمعية الأولياء. أوكي. جمعية أولياء الأمر الطلاب اللبنانية يمكن عملة جروبات حتى كل اللبنانيين الموجودين بأوكرانيا اللي عم يحاولوا يفلوا. خلتنا نحن نتساعد نتواصل مع بعض لنفيد بعض، بس أكيد بعض في لبنانية وفي شباب مفقودة. صحيح. وهيكي الله يرجع بلادها بخير. يا رب. فاطمة قديكن صعب، يعني أنت صبية أختك صبية، ولكن عندكن هيك خي عمره ظهرت فاطمة منا موجودة معنا، بس كنت بدي أقول أنه فاطمة عندهم خيا كان عمره شهرين، يعني هلأ بالوقت يلي وصلوا على بيروت، فمشوارهم كان فعلا كتير أصعب. طيب عم بتقول مازن أنه أنت قررت تبقى برا لأنه منك عارف شو بده يصير بسنتك أو دراستك الجامعية، شو هو يعني في شي خطة بي؟ يعني عم بتفكر بشي إذا بأوكرانيا الوضع كتير صعب؟ وأكيد هلأ أكيد ما في جامعات. أنا درست 3 سنين بأوكرانيا، أوكي، وانا حاليا عم فكر انا شو مصيري، مش بس انا والاف الطلاب اللبنانيه التانيين شو مصيرنا نحن، مش حرام بس عم حاول شوف شي دوله تعلمني، لانه بصراحه ما فيش ارجع على بلدي وما عنديش انا دوله وراي تدعمني وتسال عني وتشوف شو بدي اعمل. يعني ما في امل، يعني عم بتقول انك انت مستسلم بلبنان ومنك عارف هلا، مثل حدا هلا ضايع بمهب الريح. يعني
هو مع الأسف نزلت على لبنان رح أنزل يوقف مستقبلي تحت إن شاء الله. لا مازن، وإن شاء الله هيك عن جد بتقدر تكفي مسيرتك بالطب وبتقدر طبعا تحقق كل أحلامك. فاطمة كنت عم بحكي قدي صعب بالنسبة إليك، يعني أنت صبية أوكي بمشي الواحد حاله، بس لما يكون في صبي صغير عمره شهرين قدي كنتوا خايفين عليه أكتر من خايفين على حالكم؟ يعني فاطمة عم تسمعيني؟ خلص بفتكر انه فاطمة سمعتيني؟ انا عم بسمعك بس كأنه الكونكشن شوي عاطلة هلا طبعا نظرا للطقس السيء. ما هي قاعدة بلبنان عم تحكي لكم، انا قاعد هيدا الفرق، شفت كيف؟ هيدا الفرق، منشان هيك انت ما بدك ترجع كمان. شكرا كثير لكم على كل حال. اول شيء الف حمد لله على السلامه لكم اثنيناتكم، نشكر الله انكم قدرتوا تظهروا. سمعتي سؤالي قبل شوي؟ هلا اجبت. اوكي، كنت بس عم بسالك انه قد ايه كنتوا خايفين على خيك الصغير، لانه انتم الواحد بس يكون كبير بيقدر يظبط اموره يعني، بس لما يكون في بيبي بالدق بتصير القصص اصعب. ايه مزبوط، وخاصه نحن ببلد ما بنعرف حدا فيه يعني، وحتى تلك سوبر ماركتس كلها سكروا، يعني كان موضوع كتير صعب قصة نعمل له أكله، وحتى بمحطة الستيشن نعم يعني العالم كلها كانت عم تقاتل لحتى تطلع، ونحن لما معنا بيبي ما كانوا مرقونا، يعني طلعوا ماما ونحن بقينا تحت. يعني المهم انكم اثنيناتكم قدرتوا تظهروا من اوكرانيا، وان شاء الله يا رب هيك اول شيء بترتاحوا شوي بالبلد يلي موجود فيه مازن وكمان فاطمه بلبنان، وان شاء الله قريبا بتقدروا تعرفوا شو رح يصير بمصير جامعتكم ودراستكم. شكرا كثير لاطلالتكم، وكمان مره الف حمد لله. نعم تفضل قل لي مازن تفضل. بس نحن بنتمنى صوتنا نحن حاليا يوصل للدوله اللبنانيه، مع انه احنا بنشك انه في دوله لبنانيه، وان شاء الله يكون هذا البرنامج اللي عم نحكي عليه مش بس حكي فاضي وتضيع وقت نعم بروباغندا، بس يحرك ضمير المسؤولين ليهتموا فينا، لانه نحن اسا عن جد صرنا متشرحين. لا اكيد مش حكي فاضي، يعني الجديد اولا ما بتحكي حكي فاضي، واثنين اكيد 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 نحن هون موجودين كرمال نعلي الصوت، كرمال نوصل لكل الناس ولكل المسؤولين انه بعد في كثير شباب علقانه برا. المشكل بدراستكم طبعا، بدها دراسه لنشوف كيف رح تقدروا تكفوا ما بين لبنان او برا. شكرا كثير على اطلالتكم الصباحيه وبالتوفيق يا رب.